النشيد الوطني اللبناني يلي نشيد الشانغو. بطريقة عفوية. الفكرة انه كان بدي تلاميذنا يحبوا العمل اللي راح نحضر له خلال السنة وما يزهقوا من التحضير، خاصة انه الاغلبية وقت نقول لهم اغاني بالعربي باللبناني ببلشوا تشوفوهم عم بيسحبوا واحد ورا الثاني من الجوقة وما يعودوا يحضروا. في لمو وهبة شخص ما بيتكرر، متعدد المواهب وملحن درجة أولى، عنده الأغاني الشعبية الأغاني الفكاهية وبذات الوقت عنده أغاني الطرب الأصيل. كانت فكرة بس اللي ما كنت متخيلته أبداً أنه هالتلاميذ الرائعين يتوصلوا ومن بعد ما تعلموا غنية على جسر اللوزية لفيروز من الألحان في لمو وهبة واضطريت لسبب أو ما احذفها من البرنامج، زعلوا وجربوا يتوسطوا فأرجع خليها. هون تأكدت إنه المدح بفيلمو وهبة منه مجرد خبرية، فيلمو وهبة بيستحق عن جدارة لقب سبع الملحنين.
20 غنية ولا شيء ما منقدر نختصر فيها مسيرة وعظمة فيليمو وهبة. ومثل ما قال الشاعر الراحل سعيد عقل، فيليمو وهبة كان ثلاثة: النغمة الشعبية والضحكة والطلة العملاقة. بتمنى تستمتعوا معنا بباقة من ألحان العملاق الكبير فيليمو وهبة. بحسب السجل المدني اللبناني، فيليمو وهبة ابن كفرشيمة. بحسب سجل الفن اللبناني الأصيل، فيليمو وهبة ابن كل ضيعة لبنانية، ابن كل مدينة لبنانية. فنان وملحن محبوب، الجمهور كان ينطر نهفاته وأدواره وأغنياته الساخرة. بلش مسيرته كمطرب بفلسطين سنة 1935 بإذاعة القدس، ومن بعدها بإذاعة الشرق الأدنى وكان بعمر 19 سنة. التحق بإذاعة لبنان إلى جانب حليم الرومي، زكي نصيف، الأخوين الرباني وغيرهم كتار من نجوم الفن الأصيل. مميز بمجال الفن، ترك بصمة خاصة بعالم الأغنية اللبنانية يلي كان له فضل كبير بنجاحها، كونه غنى بصوته أغاني خالدة ولحن مئات الأغاني يلي بعدها بتشهد على عبقريته الفنية. الليلة عم نتذكر سبع الأغنية اللبنانية وصياد الألحان والمطربين، شخص جمع بذاته الهضامة والجدية والإبداع، واستحق عن جدارة لقب سبع الأغنية اللبنانية لأنه كل الأغاني اللي لحنها كان لها تأثير كبير بالناس وكانت مميزة عن غيرها باللحن الحلو. ألحانه هي الأكثر انتشاراً. فيليمو وهبة شخصية نادرة ما رح تتكرر. كل اللي تركتهم رح يشتاقوا لك، وكل اللي جايين رح يحبوك. هيدي العبارة قالتها السيدة فيروز لفيليمو. فيليمو اللي خلق ضد الفشل، عنيد بالفن عن حق، وبالمقابل حساس كتير، وإحساسه المرهف عبر عنه بأجمل الألحان يلي عبر فيها عن مختلف المشاعر الإنسانية. رحلته هو والسيدة فيروز طويلة، لحن لها معظم الأغاني يلي طبعت صورة لبنان الحلو بقلوب اللبنانية والعالم، ومن أجملها يا كرم العلالي يا مرسال المراسيل، كتبنا وما كتبنا، طيري يا طيارة طيري، وغيرهم كتير من الأغاني. فيليمو قدم لفيروز ألحان فولكلورية تعكس تراث لبناني أصيل، تراث عايش بقلبه وفكره وعرف عبر عنه بلحنه. تعاون فيليمو فيروز عطي اللحن والصوت والكلمة بعد جمالي استثنائي لامس جمال الألوهة. It's my
1954 كان أول تعاون بين فيليمو وصباح الشحرورة يلي قدم له عشرات الأغاني من ضمنهم دخل عيونك حكينا يا رب تشتي عرسان ما بعرف هلأ إذا بعد حدا بيغنيها زوجي ما بيلفي على البيت هيدي للنسوان هن بيحكوا قومي طلل عباصرة كمان يمكن راحت أيام اللعب بالباصرة هيدي الأغاني ساهمت بنجاح وشهرة صباح تلاقت هضامة فيليمو بهضامة الصبوحة فكانت لقاءاتهم عبارة عن جلسات فرح وتسلية وفن وإبداع كانت لقاءاتهم حياة بحد ذاتها كانت ألحان الأغاني يلي يعطيها لصباح تشبه عفويتها وهيدا دليل على أنه فيليمو نابغة فنية لأنه كان يعرف يعطي كل فنان لحن بيشبهه لحن بيعبر عنه وهيدا الشيء ساعد الفنانين يكونوا مرتاحين بالأغاني يلي غنوها لأنها بتشبههم لأن شغل فيليمو مرة واهتدى وما
I'm
اسمحوا لي باسمكم رحب باستاذ سعيد وهبي ابن العملاق الكبير فيلمو وهبي. اكيد حامل عكتافك والعائلة مجتمعة ارث كبير، في مسؤولية كبيرة. وبالمناسبة لما شفت هالتلاميذ هالشباب والصبايا من كل الاعمار عم يرقصوا على اغاني والحان فيلمو، هذا تأكيد انه قد ما يطلع صرعات وموضة من هون وموضة من هون كله بيروح وفيلمو بيبقى. وبحب كمان شاركك حلم بلكي على وعسى شي نهار يتحقق بمساعيكم بمساعي كل انسان عنده غيري على هالفن الاصيل. بصفوفنا بمدارسنا منعلم عن امرؤ القيس وعن عنترة بن شداد وعن بشار بن برد واسامي اكل الدهر عليها وشرب. حلم شي نهار نعلم بمدارسنا بصفوفنا عن فيلمو وهبي عن وديع الصافي عن فيروز وعن كل هودي الكبار. يوم يلي منوصل لهيدي المرحلة ساعتها عن جد ببلش يصير عنا وطن. وبس نحكي عن الكبار ما فينا ما نحكي عن فيلمو وديع، شخصين كان الإبداع صحتن والصدق مرجعن. من أشهر أعمال فيلمو يلي قدمها لوديع غنية بعدها بالبال وبالسهرات وبكل الحفلات بترح لك مشوار. هيدي الغنية لقت شهرة واسعة بكل البلدان العربية لأنها بتجمع بين بساطة اللحن والكلمة وصدق التعبير. وبالإضافة لوديع تعاون فيلمو مع سميرة توفيق وعطاها أجمل الألحان، ومن ضمنهم لحن ما بيموت مثل ما هو قال له رح أعطيكي لحن ما يموت يلي هو لحن غنية يا هلا بالضيف. ومع وديع وسميرة تعاون فيلمو مع نجاح سلام، الشيء يلي خلى اسمه يلمع أكثر وأكثر بلبنان وبالعالم العربي. ومن أجمل وأهضم الألحان يلي قدم لها غنية برهوم حاكيني. رحلك مشوار قلت لها يا ريت،
رحلك مشوار انتهى يا لي قلبنا من هو عطار حوالي العشاء الضار قلبنا من هو عطار حوالي العشاء الضار Bye.
السكتشات يلي قدمها فيليمو على الإذاعة اللبنانية منذكر بسيطة. وجحا قال، جحا نسبة لشخصية جحا يلي مرسخة بوجدان اللبناني، هالشخصية يلي ترافقت مع النكتة بشكل عام. ومنذكر غنية تريلالي، هالأغنية الشهيرة ولو كان عنوانها كلمة شوي مش مفهومة، ولكن صارت من الأشهر بسجل فيليمو لأنها بتشبه عفويته. وما فينا ما ننسى عنصر حلو، ما فينا ننسى بالأحرى عنصر حلو بفيليمو، هو القدرة على الارتجال باللحن، القدرة على الارتجال بقلب الغنية. هيدا الشيء اللي ميز فنه ويلي ميزه عن كتير من الملحنين. وبستذكر هون قول المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. كانت هين كتير على فيليمو يطلع اللحن بالوقت يلي غيره كان يكسر راسه يمكن كرمال يلحن كوبلين. بكل مقابلة وإطلالة عنده نهفة بالكلمة وباللحن، صار حالة خاصة وفريدة على مساحة لبنان والوطن العربي. بيجي مثله صعبة، بيجي أحسن منه مستحيل. فيليمو وطن بقلب وطن، فيليمو اسم صلى قدامه المجد وركع تحته الإبداع، فيليمو أيقونة الفن المقدسة. مين؟ Thank you.
عصبي وكحلة عملة ونحلة أصمة وبسمة وسعد دعن برعد وبعد نجمة وحالة وعفيفي شباب الحكيو فيها يوسف بطرس برقص حنا حنا عبد وجاد طارق توما محمد احمد هم واسعد خيال ظريفي أكل المعجن والخبزات وأكل القدري والطبخات زلع المقلي والبيضات وعاند في أكل الأولاد والغسالي والبراد والصابوني واللي فيها دي بتحبوا لطيفي مهيوب وخلق ديفي ومن كتر ما بتحبو راحت معه خطيفي راحت معه خطيفي لما نختم بالأغنية الأخيرة اسمحوا لي أقطع شوية شكر راح أبدأ بالفرقة الموسيقية أستاذ كلودين جيم أستاذ أنطوان أسمر أستاذ مارون أبو سمرة أستاذ كمال مرقص أستاذ روان أبو حيدر أستاذ سليم حايد أستاذ جوكين صلبان أستاذ داني حرب أستاذ مشاري شخاني le département de théâtre, Madame Mirna Garzel, M. Assad, et Mouna, et la lampe, et le chef-tour. Je vous remercie pour la mise 6e, à la tête. Pour la mise 2e, بشكر على هندسة الصوت أستاذ جورج حكيم وأستاذ شجاع كل التقدير للأهالي والأساتذة الكرام شاركوا معنا بإنجاح الأمسية بشكر كل الجهود اللي بذلتوها وشاركتوا معنا مرسي من القلب شكر من القلب لتلاميذك هن اللي عطوني كل هالطاقة بحضورهم وبضحكتهم وبحبهم لهالعمل اللي اخترت لهم ميرسي الكلمة لمدير مدرسة شانفيل الدكتور ميلاد حبيقة ما حبيت يقطع اللقاء بسرعة يا ريت فينا نبقى لبكرة لقاءنا بيتخطى هالمسرح أبعد بكثير من هالمسرح لقاءنا رح كل واحد منا يحمله بقلبه ورح يحمله بذاكرته ورح يضله بذاكرته طالما رح يضله يتذكر بدي اتشكركم من كل قلبي سولانج ما بدي اسمي البقية ميشيل عندك مهمة كتير صعبة لأنه يلي قلته كتير حقيقة الموسيقى هي هوية
موسيقتنا هي هويتنا. الموسيقى كمان هي لغة. لغة بترفقنا من قبل ما نخلق. بتضلها مرفقتنا من بعد ما نخلق، من بعد ما نخلق مرة تانية. الموسيقى بتتخطى كل الحدود. موسيقى لغة، إذا ما منحكيها على القليل منفهمها، وهي بتجمعنا. هالمساج يلي عشناه الليلة بنسميه مساج، هو رسالة أمل بهالظروف يلي نحنا مارقين فيها. هو رسالة حب ومحبة. هو رسالة بتتخطينا، ما فينا نحطها بكادر معين، ما فينا نحصرها. أهميتها كمان هالموسيقى اللي عشناها، والموسيقى عامة بعتقد كلنا نعرف هوارد جاردنر، بسيكولوج الشهير يلي خصصها للموسيقى من بين الذكاءات المتعددة أو انتليجنس ملتيبل يلي سماها انتليجنس ميوزيكال. هي لغة فوق اللغات يلي نحنا كمان بنحكيها. بدنا نفتخر وقتا منعرف نغني، وقتا منعرف ندق آلة موسيقية، لأنه عم نحكي كمان لغة إضافية. لغة بتوصل لكل واحد منا، لغة بتوصل لكل قلب، لغة بتتخطى حدود البلد، لغة بتساعد الشعوب كمان تتجتمع تتلتقى بطريقة حضارية. بدي اتشكركم، بدي اتشكر وجودكم بيناتنا، بدي اتشكر كمان مرة تانية الفرقة الموسيقية، بدي اتشكر التلاميذ، بدي اتشكر الأساتذة، بدي اتشكر الأهل وكل شخص، كل شخص شارك بإنجاح هيدا العمل. نحن وجودنا هون كمان تنبعث بهيدي الرسالة أنه المدرسة منا بس كتب، منا بس صفوف، هي أبعد من هيك، هي أبعد من هيك. هالإيفينمون يلي عشناه الليلة في غيره كمان، ورح نضلنا مكملين برغم من كل الصعوبات. ميرسي. أستاذنا بيشرفنا حضورك على المسرح. أول شيء طبعاً بدنا أنا بدي أشكر المدرسة ككل، المدرسة العريقة العظيمة وهالتيم الأحلى وأحلى طبعاً حضرة المدير والكل هالعمل كتير كتير حلو. يعني نحنا بيكبر قلبنا كل من عمل شيء عن فيليمون، لأنه فيليمون مش بس للي مرقوا واللي هلأ، للأجيال اللي جاية، يعني كل أولادنا واللي إن شاء الله والأولاد الجايين كلهم يحفظوا يحبوا فن فيليمون وهبي وكل الفنانين يلي مثل فيليمون وهبي. وكتر خير الله إنه في ناس بتقدر هالقد وبتعمل هالأشياء كتير حلوة. عن جد شكر مرة تانية للتيم كله. لما نقول فيليمون وهبة يعني على الأكيد منقول سافر. يعني هالأغنية تخطت كل التوقعات وهي مستوحاة من العبارة الفرنسية سانفريان اللي معناها معلي أو بسيطة. صارت هالأغنية الأشهر على الصعيد الكوميدي الساخر وبعدها عايشة لليوم مع كل ذكرى لفيليمون وهبة سانفريان.